طيب خليني ارجع تاني لاحمد. احمد الحقيقه جامعه المنصوره، احنا يمكن الاسبوع اللي فات كان في معانا تقرير حلو قوي عن انجازات في البحث العلمي والاختراعات، يعني كان في نظاره للسم والبكم ومش عارفه شيء بيعملوه للعظام، يعني تفتيت العظام، ويعني في كذا كذا حاجه بتعملوها في جامعه المنصوره الحقيقه، وطب والكبد والكلام ده كله. كلمنا عن انجازات الجامعه وانجازاتك كطالب في الجامعه، لانه يا جماعه الحقيقه انا بيعجبني جدا ان احنا نتكلم عن جامعات الاقاليم، مش بس الاهتمام يفضل بجامعه القاهره وجامعه اسكندريه على اساس ان هم الجامعات الام او الكبرى، لكن كمان جامعات الاقاليم مهمه جدا. كلمنا يا احمد عن دور جامعه المنصوره في المجتمع واختراعات والطب والكلام ده كله. هو لا شك ان جامعه المنصوره من اهم الجامعات في مصر. مش بقول كده علشان انا منها او حاجه، لا ولكن طبعا الحقيقه احنا كنا هناك وصورنا، ففعلا يعني من اكبر الجامعات في مصر واهمها. لو هتكلم على المستوى الشخصي، فالوقت اللي احنا بنتكلم فيه ده السنه اللي فاتت كان يعني المؤتمر الختامي للمشروع بتاعي اللي انا لسه متكرم عليه النهارده، فالاقدار بقى والصدف. كان رئيس الجامعه موجود ونائب رئيس الجامعه، وكان في دكتور من WHO منظمه الصحه العالميه، وكان في وزاره الصحه موجودين، وكان عميد الكليه ووكيل الكليه عندنا. ففعلا هم بيساعدوا الشباب وساعدوني فعلا في المؤتمر جدا، بشكرهم. وبعد المؤتمر لا اتواصلت معاهم في حاجات كتير تانية، في شغل تاني، وساعدنا بعض، فهم ما بيبخلوش للامانه يعني. جميل. طيب احمد، يعني لحظات التكريم وانت نازل من على المسرح ورايح وفزت تصفيق الناس وكلام زي ده كله، لكن بقى لما روحت البيت، احكي لنا بقى لما روحت البيت او لما كلموك اهلك، يمكن لسه ما روحتش المنصوره، لكن لما كلموك بقى اهلك وشافوك على التلفزيون والسيد الرئيس بيكرمك وبيديك شهاده التقدير اللي معانا في الاستوديو، قول لي بقى قالوا لك ايه وفرحتهم كانت ازاي؟ والله انا طبعا احنا يعني بحكم المؤتمر وكده فما ينفعش يبقى معانا موبايلات، فبنسيبها في الفندق، فعقبال ما روحنا فكان متاخر، فلما فتحت بقى الموبايل في مكالمات كتير لقيت جدا، لقيت بقى سيل من التهاني في فهو اللي كلمت والدتي، فكانت فخوره بيا جدا زي ما انا بتشوفني دلوقتي، فحابب اوجه لها شكر هي ووالدي وكل اهلي اللي بيتابعوني، لان هم كان لهم دور كبير جدا، كفايه بس ان هم بيشجعوني يعني، فهم مبسوطين بيا جدا وفخر ليهم. انا لسه طبعا مروحتش أيوة، هم بيقولوا لي من الصبح اللي هو تعالى تعالى بقى تعالى بقى، بس يمكن في البرنامج بتاعنا وبعدين تبقى تروح لهم. طيب.